بخيت يا اخويا، حاضر لها السلامة. ايه مالك يا اخويا؟ مالك مساهم كده ليه؟ انت في حد معاكي في الأوضة؟ حد مين؟ ده حتى زينهم لسه ما جاش. اصل سمعت صوت حد بيغني. ده صوت الكاسيت. اسم الله عليك، انت الظاهر الوقت السلم اثرت عليك. الظاهر كده. يا بقالي 3 ايام بسال عليك. انا عايز انزل. يا عم تنزل فين؟ ده الشتا مغرق الدنيا تحت. مخنوق من الرقده وعايز انزل اشم شويه هوا. يا استاذ راح فين بالجو ده بس؟ طب البس الجزمه. طيب البس الجزمه. يا سفي، كنت فاكرك النور اللي بشوف بيه. عارف يا استاذ، البس البلطو. ده انت اول واحد كان نفسي اقول له اني بشوف. عارف يا استاذ، انا اليومين اللي فاتوا دول كنت قلقان عليك قوي قوي قوي، وكل يوم كنت اطل عليك. 20 سنه وانا بحلم ارد جمايلك وانت بتستعماني يا سفير. يلا نركب العربيه. عربيتي ايه؟ عربيتك. يا نهار اسود، عربيتي الملاكي قلبتها تاكس. مالك يا استاذ سفير؟ انا عايز اتمسى على البحر لوحدك. لا لوحدك ده ايه؟ طب بص، انا خمسه كده هجرش العربيه واجيلك. اوعى تتحرك ولا تعدي شارع، انا جايلك. كرموز يا اسطى. ليه شايف يا تاكس؟ تاكس دوت ولا نعمه؟